باستعمال الانترنت لابناء الثوره. شخصيه اتصالات الجزائر وعلى شخصيه اللي اسمه امين. امين هو ممثل اتصالات الجزائر اللي يقوم بهذا الدور. لكم شرف على شكل فيديو في ارتأت اتصالات الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار معا من أجل الإنترنت الآمن، لما تنظم هذه الحملة التحسيسية على مستوى المدارس الابتدائية عبر كامل التراب الوطني من أجل عرض فيلم على شكل مسلسل كرتوني موجه خصيصا للأطفال. من خلاله عرضنا أهم المخاطر الممكن يتعرض لها مستعمل الإنترنت من خلال إبحاره. إذا استعملها من جانب إيجابي واستغلها في جانب إيجابي يستفاد منها، وإذا استغلها في جانب سلبي راح تكون لها العواقب تاعها وخيمة. الإنترنت هو شيء مطور ويستعملها الإنسان كثيرا، ويجب أن يستعملها في الأشياء الإيجابية، وإذا استعملها في الأشياء السلبية سيعاقب عواقب وخيمة.